ماشي المراه يخرج نرحمها ولا الحبيبه اللي مطبوع من سعادها اللي نحسن الزنوب انا نحسن امه الكل ونساد شي لعب الدم وما بقى لي غير صوت بنادم صوتي باش يغني على هالنشوه اللي ما كيفاش نشوه الراجل اللي تسمع رجال الكل نقول حنا ونهبط للقاعه باش نعرش هذا الدين الاخر الدنيا وما دام قامتش القيامه نخطر المقتول باش يخرج ويطلع وربما شيء صعب جدا ان الممثل يتقمص دورين حدثنا شو عن الدورين هادو هو الدور الاول كان طفل عادي صغير اما بالنسبه للدور الثاني هو طفل ذكي Hello.
مشى واحنا ما عندنا عليه حتى خبر. ها وطول النجمة صمت. توا سرح المسكت. ليه ستها؟ هذا خير هي بعد ما الحيوط اللي تتجمد. وطنت فيها كيف خاشت. نجمة. نرجعها ما تخليهاش تروح. ما تنساش تعطي الخيال. وحتى ما نباش اللي تزنها تقعد معنا. شوفها. شوفها كيف تمشي وسط الموتى. لا البهتة ولا الخلعة تقوم خطوطها. شوف. هاي وقت تفهم الزنقة اللي لا روح فيها تحقق. حيكها في الليل يعطى. تقول مركب ماله وتبحت الماله. باش خلينا نشوفوا خط السماه. انت من حقها تخدر بغيت انا سعيد. قتلت الغزاله الهربه قد ما تكون رقيقه بالها لا تطيع حتولها كرابين بكبرها. انت من حقها. انت من حقها. الواحد ما يخليش مريع على مأبوه كي لحظه. عجيب. حط في بالك اللي مش قدر في شباك. كان مش على عزازة الصاحب الغايب الاخضر ما كناش نحلوا بابنا. لحظة ما نسمع كان هذا الاسم مش ولدي ولدي امي زي مش مذكرك اللي انت عارف كيف شاف محمد تبصبص لا تقطع ولا تجي مع سد ديانا اللي 5 سنين ضيعته بكلبي ولا مش كلب كلبي جرتها مسخور هالطفل اللي مش مصري مطلوب عليا كفاه انا نحبه انا نقولي معرف بخلافي وبالي لكن النهار اللي دورت له فيه راسي بالفكره الجديده تاعه هكا مشاهد مش على رجل مبارك اما على امه اللي خلاها من اللي كان فقصه دون ما طرد من المكتب من ساعه اللي قلت لكم باش تتعاونوا على البوليسيه مكاشحينهم باش ولكم اللي حد ما يفهمها البوليسيه ما عادش تبين هبطوا لكم لاي وهاي العاقبه هالشيف الصغار اللي في الشارع ولا هذم الخاوة اللي على جالهم طيش في كتب المكتب مع الخدمة ديار والمالي باش تتجمهر ديما أنا قلبي يقول لي اللي أصحابكم ويا من وراني الأخضر راهم من الدين هنا قدام عينيكم في هالشارع وين جايين يتابعوا في الأمان في الشارع كنت ولدنا ومش البوليسية باش يخرجونا منه وكانك على الموتى هالنهج اللي ما عنده عمر شاف غيره حتى انت يا شيبة هالنهج مش شوف لي عشق يتعدى وكلنا متعدين منه انتم البات اللي فاتكم الفوت وخدتوا جدود حسبتوا تصوروا قبركم كيف بعثتونا في المهمات والمكاتب وين قسم العظيم انت تريد على حكمتها ولا تعزيز عليكم صحرتكم القوة جبتكم البعض وتاع الثروة السلاح تاع القتالة المشرين اللي قاهوا جدودنا الكل. الشرط ما عاد عندو ليكم حتى معنى. اش معناتها؟ اش معناتها؟ واش معناتها؟ نفوسكم ونفوس الخدام هي اللي نزلتكم للذلة متاع راسها. قلب صافي وافي بحلاوة. ما عادش شي الحكمة تبقى بيكم. على حساب أولادكم. على سنة سيادكم. هكذا شرطكم كنتم طريتهم وحسب عندكم هما اللي يعلموكم انتم على اخر ما حسيتم ولادكم كبروا في الشارع فوق من قلوبكم مابقاوش وقت باش يوليو العرش بطلنا 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 مناش خايفين الحكاية تاع كمان 50 فوق Yeah.
حكم تعليم محكمة تاع العسكر عشان خسر جرحة موظف غادي في الخدمة. ذكر كان معنا في الزنزانة بعد ما هربنا قلبنا شنو هو الفائدة من القعاد في هالبلاد ما دام الثاني مش حاصل. هذاك علاه تركتوا بلادكم وهشيتوا لفرنسا وكلتوا من حقكم وانتقتوا بلادكم ولبستوا كسوة عسكر. أنا يا سيدي قعدت هنا في هالبلاد وغطست في الشريطة والعقدات مع النسوان أما هكا لا كنت لا عسكري لا خدام حسام في اللوزينات. أنا في عقابي أطور سخفت وتهمة الخيانة. هذا إذا مش الخيانة العظمى أكل وبش الأخرى صاروا عميل من الجامع من باريس وأنا مرة جاي طلع لينا ومولادة في الشباك ثماش ما طرا خيار يتعدى وأنا لا عاد تعداني لا لقمة ولا شرب. لا أخبر الشر سكين دور ويح شريبة ولا وين نرعو القوات ملي وليت نصلي واللي تلني تاجر ولد حلال ما تعرفوش اش معناتها واحد طالع بالسمعة طاهر في الأبيض حتى ليه ما عادش شنو ما تعرفش حزب المرأة سرها وحدها قهرتها
مفهومك ما تحبش تخلطها بقلبك. حسبنا ما عرفناش اللي هي شكلها كثير منا. حسها تحب تخف علينا. شاده وجيعتها اللي حد ما ينجم يحملها. وكان تكلمنا بلي ثم. قوليش عن اشتاقك خلاها. بعدين انا اللي تحت الوراء. فشل. نخل دايت صار. أو حاب يسكر الباب وطرد من الإدارة يخرج منكم. لخر نجمة وأنا حسينا أنها المظاهرة ما هيش مشتوفة كما يسموها. نجمة في جهة شوية هم المظاهرة ليش تطفي علينا؟ أنا وحدي بيه ساعات قلت لها تكلمها. لخر بدا يكتب يكتب يكتب. نجمة قامت مش تحبنا. والشمس عم تطلع على راسنا. واحنا تعب الصغار ما زال قلبنا. Super.